السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا الدرس بعنوان طريقة يجب معرفتها حول كيفية عمل ترجع عند نقطة معينة تحددها أنت، وهذا على برنامج الأوتوكاد. نفرض لدينا هذا المخطط، سنقوم بالتغيير عليه قليلا. مثلا هذا الهاتش نعطيه اللون، أي لون، مثلا الماجنتا. نقوم بعمل بعض التهشيرات، هاتش انتر، هنا مثلا، وهنا، هنا، وهنا. نعطيه لون معين وليكن هذا اللون هكذا. الآن نود أن نقوم بحفظ هذا المشهد هكذا، نضغط مرة حتى يتم توسيطه، ثم نأتي إلى شريط الأوامر، نقوم بكتابة الأمر أندو هكذا، إنتر. تظهر لدينا مجموعة من الاختيارات. نحن هنا نختار الأمر أو الاختيار مارك هكذا. الآن تم حفظ المشهد. نفرض الآن سنقوم بعمل بعض التعديلات، مثلا حفظ هذا الجزء هكذا، هنا كذلك، أيضا هنا هكذا مثلا. أوكي، الآن نود أن نقوم بالرجوع إلى المشهد الذي قمنا بحفظه مسبقا. الطريقة بسيطة جدا، كل ما علينا القيام به هو أن نأتي إلى هنا، يعني الكوماند بار، نقوم بكتابة نفس الأمر أندو إنتر، ثم نقوم من هنا بكتابة حرف البي إنتر. نلاحظ ثم الرجوع إلى المشهد الذي قمنا بحفظه. يعني هذه الطريقة تساعدنا كثيرا في عمل تراجعات عند الضرورة. باختصار هذا الدرس، لا تبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.